يعني اول شيء عملوه انه دخلوا على المدارس. انا كان اولادي يعني طلاب ابتدائي صف اول وثاني، بقوة السلاح دخلوا لداخل المدارس بسياراتهم واسلحتهم وكذا، اخذوا فتحوا شنات الاطفال، طلعوا من الكتب حطوها في باحة المدرسة وحرقوها، وصار يقولون هاي كتب الكفرة. أمينة مكتبة، بقضي وقتي كله بين الكتب، بحاول إني مثلاً يعني أعطي منظر للمكتبة من ناحية تنظيم الكتب، من ناحية إنه إذا في كتب ناقصة إنه نحاول إنه نجيبها، يعني نأمن للطلاب أكبر قدر من الاستفادة من هذه الكتب. يعني كانت داعش كثير مسيطرة على الأمور، وعند هذا انه امر كثير صعب انك تطالعي كتب اسلاميه، كتب علميه كذا. فانا يعني وقت اللي بركت في ترفعات، استقريت ترفعات كمان عن طريق شخص الله يجزيه الخير، جاب لنا الكتب بسياره مازوت. السياره كانت تحمل الفيول ومازوت، براميل مازوت، فلفوا لي اياها باكياس نايلو، ويعني حاولنا انه نخفيها بشكل كامل، يعني حطيناها ورا براميل المازوت. نبدأ يعني نعمر جيل جديد قوي يتغلب على هذا، يعني هاي العقول المتخلفة، هاي العقول عم بتحارب هذا العلم. نزرع بأولادنا شيء جميل. على فكرة كل سيدات سوريا وخصوصا اللي بقوا هون في مناطق الصراع، خلينا نقول هم يعني سيدات قويات ترفع لهم القبعة.